السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابنا الأعزاء في الصف التاسع في درس جديد من دروس اللغة العربية. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير، ونتمنى أن نقضي وقتا مفيدا وممتعا في هذه الحصة الجديدة. سنتناول في هذه الحصة ما كنا تحدثنا عنه في الحصة السابقة عن ليلى مطيرة للشاعر عبد الجبار بن حمديس. كنا تعرفنا على الشاعر والقصيدة ومناسبة الأبيات، واليوم سنبدأ بشرح الأبيات. من سيذكرنا بالأبيات قبل أن نبدأ بشرحها؟ تفضلي يا إيمان. نعم أنسي. ليلة مطيرة. نثر الجو على الأرض برد، أي در لنحور لو جمد. لؤلؤ أصدافه السحب التي أنجز البارق منها ما وعد. ذوبته من سماء أدمع فوق أرض تتلقاه بخد. فجرت منه سيول حولنا كثعابين عجال تضطرد، وكأن البرق فيها حادث بضرام كلما شب خمد. تارة يخفو ويخفى تارة كحسام كلما سل غمد. وعليل النبت ظمآن الثرى عرج الرائد عنه فزهد. خلع الخصف عليه حللا لبديع الرقم فيهن جدد. وسقاه الري من وكافة فتح البرق بها الليل وسد. فتثنى الغصن سكرا بالندى وتغنى ساجع الطير غريد. أحسنت يا إيمان، بارك الله بك. تفضل يا أحمد زيدان، قراءة ثانية. معك أنت. ليلة مطيرة. نثر الجو على الأرض برد، أي در لنحور لو جمد. لؤلؤ أصدافه السحب التي أنجز البارق منها ما وعد. ذوبته من سماء أدمع فوق أرض تتلقاه بخد. فجرت منه سيول حولنا كثعابين عجال تضطرد. وكأن البرق فيها حادث بضرام كلما شب خمد. تارة يخفو ويخفى تارة كحسام كلما سل غمد. وعليل النبت ظمآن الثرى عرج الرائد عنه فزهد. خلع الخصب عليه حللا لبديع الرقم فيهن جدد. وسقاه الري من وكافة فتح البرق بها الليل وسد. فتثنى الغصن سكرا بالندى وتغنى ساجع الطير غرد. أحسنت يا أحمد، بارك الله بك. قراءة أخيرة، تفضل يا أحمد أيضا، أحمد الخطيب. نثر الجو على الأرض برد، أي در لنحور لو جمد. لؤلؤ أصدافه السحب التي أنجز البارق منها ما وعد. ذوبته من سماء أدمع فوق أرض تتلقاه بخد. فجرت منه سيول حولنا كثعابين عجال تضطرد. وكأن البرق فيها حاذف بطرام كلما شب خمد. تارة يخفو ويخفى تارة كحسام كلما سل غمد. وعليل النبت ظمآن ثرى عرج الرائد عنه فزهد. خلع الخصب عليه حللا لبديع الرقم فيهن جدد. وسقاه الري من وكافة فتثنى الغصن سكرا بالندى وتغنى ساجع الطير غرد. ممتاز يا أحمد، بارك الله بك. فتثنى الغصن سكرا بالندى وتغنى ساجع الطير غرد. إذن هذه اللوحة الجميلة هي التي رسمها لنا الشاعر عبد الجبار بن حمديس، الشاعر الذي عاش في العصر الأندلسي وملأ نظره وقلبه من طبيعة الأندلس الجميلة ومناظرها الأخادة. فنبدأ بشرح الأبيات. البيت الأول يقول: نثر الجو على الأرض برد، أي در لنحور لو جمد. هذا البرد الذي نثرته الغيوم، نثرته السماء على الأرض، ما أجمله من زينة تتحلى بها الحسناوات وكأنها در وياقوت تزين بها أعناقها. من يشرح لنا البيت الأول؟ نعم يا آمنة، تفضلي. نثر الجو على الأرض برد، أي در لنحور لو جمد. لقد أمطرت السماء قطعا من البرد، ملأت وجه الأرض، فما أجملها من لآلئ لو تجمدت وتزين جيد الحسن.
نعم أحسنت. إذن لقد أمطرت السماء قطعا من البرد ملأت وجه الأرض، فما أجملها من لآلئ لو تجمدت لتزين جيد الحسناء. إذن هذه حبات البرد التي نزلت على الأرض شدة صفائها ونقاوتها أشبهت حبات اللؤلؤ التي تتزين بها المرأة. ذوبته عفوا لؤلؤ أصدافه السحب التي أنجز البارق منها ما وعد. أنجز البارق منها ما وعد. من المقصود هنا في هذا البيت؟ من يشرح لنا البيت الثاني؟ نعم يا كامل تفضل. حبات البرد تلك مصدرها الغيوم المتناثرة في السماء، وبذلك يكون البرق قد سبقها وحقق ما وعدنا به من خيرات السماء. ممتاز يا كامل بارك الله بك. إذن هذه اللآلئ نزلت من أصدافها التي في السماء وهي الغيوم. هنا شبه الغيوم بالأصداف، وحبات البرد التي نزلت من الغيوم بحبات اللؤلؤ التي تنزل من الأصداف. إذن نزلت من أصدافها التي في السماء بعد أن أنجزت السماء وعدها الذي بشر به البرق، يعني بعد أن أمطرت الدنيا. البيت الثالث يقول ذوبته من سماء أدمعا فوق أرض تتلقاه بخد. نعم يا محمد. إن حبات المطر المنهمرة من أعالي الغيمات كأنها دموع تذرفها العيون فتتلقى على الأرض الخضراء أمطار الخير والعطاء على يأسي له. ممتاز يا محمد بارك الله بك. إذن هذه حبات المطر حبات البرد التي هطلت على الأرض سرعان ما ذابت، وهي تشبه الدموع التي انهمرت من السماء فتلقفتها الأرض كما تتلقى العين كما يتلقى الخد دمع العين. البيت الرابع يقول فجرت منه سيول حولنا كثعابين عجال تطرد. بعد أن هطل المطر نزل البرد ذوبته الغيوم نزل على الأرض ذاب البرد، ماذا تحول بعد ذلك؟ نعم يا عمر. إيه أنسي أنسي البيت الرابع فسالت من الأمطار جداول تدور حولنا كأفاع متتالية ملاحقة بعضها البعض. نعم إذا بعد ذوبان حبات البرد تحولت إلى مياه. طبعا جرت السيول في كل مكان ملتوية ومتعرجة كالثعابين يتابع بعضها بعضا. إذا هنا شبه حركة جداول المياه التي جرت وسرعتها وتتابعها بالثعابين المسرعة التي تسير في حركة متعرجة وسريعة. البيت الخامس يقول وكأن البرق فيها حاذف بضرام كلما شب خمد. نعم يا آمنة العبود. أما البرق وكأنه يرمي الأسهم النارية التي ما إن تصل الأرض حتى تخبو وتنطفئ. نعم أحسنت. إذن هنا كان البرق يشتد أحيانا ويخف أحيانا أخرى. هنا ما أين التشبيه في قول الشاعر كأن البرق حاذف بضرام كلما شب خمد؟ إذن كأنه رام يزيد النار اشتعالا. إذن كأن البرق كان البرق يشتد أحيانا ويخف أحيانا، نعم، فيزيد من تساقط الأمطار وكأنه رام يزيد النار اشتعالا كلما انطفأت. تارة يخفو ويخفى تارة كحسام كلما سل غمد. الحسام هو السيف، وهذا البرق مرة يلمع ويظهر بقوة ومرة يختفي. أين التشبيه في هذا البيت؟ نعم يا ابتسام. طيب أنسي مايك، إن ظهور البرق ولمعانه من بين الغيوم يشبه لمعان السيف عندما يستل من غمد ثم يعاد فيه. نعم، إذن إن ظهور البرق ولمعانه من بين الغيوم في تلك الليلة يشبه لمعان السيف عندما يستل من غمده. لننظر ما أجمل هذا التشبيه وما أحلاه، سل السيف من غمده وبريقه. شبهه الشاعر بضوء البرق عندما يظهر بين الغيوم. بعد ذلك وعليل النبت ظمآن الثرى عرج الرائد عنه فزهد. هنا نلاحظ تسلسل منطقي عند هطول المطر.
وصلنا إلى قول الشاعر: وعليل النبت ظمآن الثرى، عرج الرائد عنه فزهد. نعم يا يسرى. معك أنسي. نعم بانتظارك، فقط نذكر زملائك أن الرائد، معنى كلمة الرائد التي شرحناها في حصة البارحة، هي الرجل الذي يرسله القوم حتى يستطلع لهم أماكن الكلأ والماء، يعني المكان الذي يصلح للحياة. أنسي شرح البيت السبح: وعليل النبت ظمآن الثرى، عرج الرائد عنه فزهد، قبل هطول الأمطار كان النبت ذابلا، والأرض ذابلة، لكن بعد هطول المطر أصبحت الأرض خصبة، والنبت مخضرا ويانع. نعم يا يسرى أحسنتي. إذن غير المطر وجه الأرض، عليل النبت ظمآن الثرى، هنا يصور لنا العشب قبل هطول المطر، عليل النبت، النبت المريض العطشان، كانت الأرض عطشة وقاحلة، ويأس الناس من عطائها، عرج الرائد عنه فزهد، هذا الشخص الذي أرسله القوم حتى يستطلع لهم إن كان يصلح هذا المكان للحياة، عرج عنه الرائد ولم يرى فيه أثرا للحياة، زهد وعرج عنه. ماذا حصل بعد ذلك؟ خلع الخصب عليه حللا لبديع الرقم فيهن جدل، يعني بعد أن كانت الأرض قاحلة ويأس الناس من عطائها. نعم يا ريم. خلع الخصب عليه خللا لبديع الرقم فيهن جدد، ارتوى. وبعد هذا المطر الغزير اكتسبت الأرض ثوبا من النباتات الخصبة، وكأنها جدت الأرض بلوحة فنية رائعة. نعم أحسنت. إذن هذه الأرض القاحلة اليابسة التي يأس الناس من عطائها تحولت بعد انهمار المطر إلى أرض خضراء يانعة، وكأنها اكتست ثوبا مزينا بأجمل النقوش والألوان. وسقاه الري من وكافة، فتح البرق بها الليل وسد. نعم تحدث. نعم تفضل يا محمد. لقد سقى المطر الأرض بقطراته المتساقطة، كما أن البرق قد أضاء ظلمة الليل ولم يتوقف إلى أن جاء النهار. نعم أحسنت يا محمد. إذن هنا دلالة أن المطر استمر طول الليلة من بدايتها حتى نهايتها، والدليل قول الشاعر: فتح البرق بها الليلة وسد، يعني ابتدأ بها الليل وانتهى وما زالت الأمطار تنهمر. إذن ارتوت الأعشاب من الأمطار التي جادت بها السماء بعد ليلة كاملة من المطر، افتتحها البرق بالبشرى والعطاء. فتثنى الغصن سكرا بالندى، وتغنى ساجع الطير غرد. في نهاية هذه الصورة: تثنى الغصن سكرا بالندى، وتغنى ساجع الطير غرد. نعم يا ريم. تثنى الغصن سكرا بالندى، وتغنى ساجع الطير غرد. عندها اهتزت الأغصان طربا بحبات الندى، وترددت أنغام البلابل الشجية والطيور الصاد. ممتاز ممتاز بارك الله بك. إذن هنا أخذت الأغصان تتمايل منتشية بحبات الندى بعد أن أثقلتها، وغنت الطيور ورددت أعذب الألحان وأجمل الأصوات منتشية بحبات المطر. إذن بهذه الأبيات رسم لنا الشاعر صورة جميلة لليلة ماطرة من ليالي التي عاشها في الأندلس وفي طبيعتها الساحرة. أي سؤال يخص شرح الأبيات أو المفردات؟ السلام عليكم. عافاكم الله جميعا.